النجم الشاب محمد عادل إمام من أبرز النجوم اللي صعدوا بسرعة الصاروخ من أول مشوارهم الفني، مش لأنه ابن الفنان الكبير عادل إمام، ولكن لأنه قدر يفرض أسلوب خاص نفسه. وفي البداية كان بيرفض يمثل مع والده عشان ما حدش يتهمه إنه استغل نجومية الزعيم، وقدر محمد يصنع قاعدة جماهيرية كبيرة جدا كانت السبب في تقديمه لبطولات مطلقة في السينما، وآخرها فيلم ليلة هنا وسرور اللي بيعرض حاليا. محمد عادل إمام من مواليد سنة 84، ولما فكر يمثل في البداية شارك في عمل بعيد عن والده تماما، وكانت بدايته في مسلسل كناريا وشركاء مع الفنان فاروق ومن العلامات المهمة في حياة محمد عادل إمام فيلم عمارة يعقوبيان عن قصة الأديب بعلاء الأسواني ومن إخراج مروان حامد، وشارك في الفيلم نخبة كبيرة جدا من نجوم مصر وقتها. ومن الأعمال التلفزيونية المهمة لمحمد عادل إمام دوره في مسلسل بالشمع الأحمر، وده كان سنة 2010 مع النجمة الكبيرة يسرى. وشارك محمد عادل إمام سنة 2012 في بطولة مسلسل فرقة ناجي عطلة مع النجم عادل إمام وأحمد صلاح السعداني. وفي نفس سنة 2012 حاول محمد عادل إمام البعد عن الأعمال اللي بيلعب بطولتها والده، وقرر يشتغل أعمال مع نجوم آخرين، وقدم في السنة دي مسلسل خطوط حمراء مع النجم أحمد السقا. وشارك محمد عادل إمام في مسلسلات كتير زي صاحب السعادة ودلع بنات، لكن انطلق للبطولة التلفزيونية المطلقة السنة اللي فاتت من خلال مسلسل لمع الأوضة. وقدر الفنان محمد عادل إمام يثبت إنه نجم سينمائي وكوميدي بفيلم تاني حقق إيرادات ضخمة جدا، هو فيلم جحيم في الهند مع الفنانة ياسمين صبري وبيومي فؤاد وعدد كبير من النجوم.